القصيدة بعنوان القضاء بالسلف بقلم الزعيم الوحدوية المناضل علي عبد الله صالح عفاش رئيس المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية اليمنية. يا علي محسن وصادق وهاشم يا حمد يا أهل تلك العجينة قد تلحمتوا أمام العوالم بالخدع والغدر لحمة سمينة من رؤوس القبيلة والمكارم والأيادي المخلصة والأمينة من رباس نحان حتى التهايم والمعافر والقلاع الحصينة والقضاء مثل السلف حكم جازم من تقض في ريف أو في مدينة.
يشرب كأس ظالم لا ولا أمه لفبده حزينة في الحياة ممدوت ملعون دايم والكفن من خساته والعفينة والكفن من خساته والعفينة